عام 1898 اكتشف كل من ماري وبيير كوري الراديوم، وبحجة خصائصه الترميمية أضيف إلى معجون الأسنان والأدوية والمياه والأغذية وفي مستحضرات التجميل والمجوهرات بفضل لونه الأخضر المتوهج والمضيء. لم نعرف إلا بعد منتصف القرن العشرين أن أثر الراديوم وهو العنصر المشع تفوق فوائده المرئية. لسوء الحظ، الراديوم ليس الصباغة الملونة الوحيد تاريخياً الذي كان يبدو غير مضر أو مفيد، بل تبين أنه قاتل. هناك ثلاثة ألوان وأصبغة لطالما استخدمناها لتزيين أنفسنا وأشيائنا: الأبيض والأخضر والبرتقالي. تبدأ قصتنا مع الأبيض. في القرن الرابع قبل الميلاد عالج الإغريق القدامى الرصاص لصنع الصباغ الأبيض الذي نعرفه اليوم. لكن المشكلة أن جسم الإنسان يمتص الرصاص للداخل ويتوزع في الدم والأنسجة الرخوة والمعدنية، وما إن يدخل الجهاز العصبي يحاكي الرصاص وظائف الكالسيوم ويعطلها، مسبباً أضراراً تتراوح من صعوبات التعلم إلى ارتفاع ضغط الدم. استمر استخدام هذا الصباغ السام في شتى العصور والحضارات، إذ كان صباغ الرصاص الأبيض الخيار العملي الوحيد لصنع الزيت الأبيض أو طلاء تمبرا حتى القرن التاسع عشر. كان الفنانون يطحنون كتلة من الرصاص متعرضين لجزيئات غبار شديد السمية. أدى الاستخدام الزائد للصباغ لما عرف بمخص الرسامين أو ما نسميه الآن بالتسمم بالرصاص، وعانى الفنانون الذين استخدموه من الشلل والاكتئاب والسعال وتضخم الشبكية وحتى العمى. لكن كثافة صباغ الرصاص الأبيض وعتامته ودرجته الدافئة أغوت فنانين مثل فيرمير والانطباعيين لاحقاً، وكان بريقه لا يضاهى واستمر استخدامه على نطاق واسع حتى حظره في السبعينيات. رغم فدحتها، تكاد أثار الصباغ الأبيض الخطيرة لا تذكر مقارنة بالصباغ الأخضر الذي انتشر على نطاق واسع، وكان أول ظهور لصباغين صناعيين أخضر شيل وأخضر باريس في القرن الثامن عشر، وكانا أكثر اعتقاداً ووميضاً بكثير من الصباغ الأخضر الطبيعي الباهت، وسرعان ما أصبحا الخيار المفضل للطلاء وصبغ الأقمشة وورق الجدران والصابون وتزيين الكعك والألعاب والحلوى والملابس. صنعت تلك الأصبغة الخضراء من مركب يدعى زرنيخ الهيدروجين النحاسي، يمكن أن يؤدي التعرض للزرنيخ لتضرر تواصل الخلايا ووظائفها، وارتبط التعرض لمستويات عالية منه بالسرطان وأمراض القلب. وفي القرن الثامن عشر تعرض عمال مصنع نسيج للتسمم غالباً، وأبلغ عن انهيار نسوة يرتدين أثواباً خضراء بفعل تعرض جلودهن للزرنيخ. أشيع أن بق الفراش لا يعيش في الغرف الخضراء، وقيل أن نابليون توفي نتيجة تسمم بطيء بالزرنيخ بسبب نومه في غرفة ذات ورق جدران أخضر. ظلت سمية الصباغ الأخضر الشديدة غير معروفة حتى نشر وصفة الزرنيخ عام 1822، وبعدها بقرن أصبح يستخدم مبيداً حشرياً. كان الصباغ الأخضر الصناعي الأخطر ربما مما استخدم على نطاق واسع، ومع ذلك لم يكن مشعاً كالراديوم، ولكن البرتقالية كان كذلك. قبل الحرب العالمية شاع استخدام أكسيد اليورانيوم لتلوين الزجاج في مصانع الأواني. أنتج المركب الأحمر والبرتقالي اللامعين الجذابين لولا الإشعاع المنبعث منهما. لم نعرف بأمر الإشعاع حتى أواخر القرن التاسع عشر، واكتشفنا مخاطره المرتبطة بالسرطان بعد ذلك بكثير. في الحرب العالمية الثانية صادرت الحكومة الأمريكية اليورانيوم لاستخدامه في تطوير القنابل، ولكن لجنة الطاقة الذرية خففت تلك القيود عام 1959 وعاد اليورانيوم المخفف لمصانع الزجاج والخزف. الأطباق البرتقالية المصنعة في العقد التالي قد تكون ما تزال خطرة حتى يومنا هذا، وخاصة الأواني الكلاسيكية الموثق إشعاعها. ومع أن مستوياته أقل من أن تسبب مخاطر صحية إذا كانت مركونة، لكن وكالة البيئة حذرت من استخدامها. مع أننا نواجه مشكلات أحياناً مع الملونات الغذائية الصناعية، لكن العلم ساعدنا على تحييد الخطيرة منها من حياتنا. سارع بالاشتراك في هذه القناة لتكتشف سحر التاريخ وتستمتع بمغامرات في الفضاء الخارجي،
وتسبر أغوار الفلسفة التي تثري العقل وتعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر عشوائية التي تراودك عن جسمك. تابعنا وأشبع فضولك.